ظهرك ظهرك ظهرك. طلع على رسول الله، طلع تحيا مصر، 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 تحيا مصر. رسالتي إلى كل مصر ومصرية أن ينزلوا إلى لجان الانتخاب ويدلوا بآرائهم في منتهى الحرية والنزاهة والشفافية، وأن لا يستمعوا إلى الفتاوى الشاذة المغرضة التي يطلقها يعني من خانوا أوطانهم وقالوا إن نزول الانتخابات حرام. هذا كلام خطأ، هذا كلام باطل، هو في حقيقة ليس فتاوى إنما هو تهريج، ويجب أن ينتبه الشعب إلى هذا الفخ الذي يراد له أن يقع فيه، وأن ينزل كل مصري وكل مصرية معهم بطاقة انتخاب أن ينزلوا إلى اللجنة ويدلوا بأصواتهم. وهذه مسؤولية وواجب وطني مقدس، ويعني لن تبرأ ذمتهم ولن يخلو مسؤوليتهم إلا بالنزول إلى صناديق الانتخابات والاقتراع وانتخاب من يرون أنه أهل لهذا المنصب.